جماعة السودان فيه مبدعين وفيه مخترعين وفيه فنانين وفيه رياضيين ناجحين في جميع المجالات لما يطلعوا برا لما يلقوا الرعاية، لكن في السودان ان احنا دايما يا اخواننا ما بنحتفي بالمبدع او نحتفي بالرياضي او نحتفي بالانسان اللي عنده انجازات الا بعد يموت او لما يصل مرحلة خلاص في اخر رمق، حتى بعد ذاك ننتبه له والله ده فلان، ويجي النفاق بتاعنا وانه يا جماعة خلاص الفنان ده عيان، يجي شوية فنانين او رجال اعمال او هناي الرياضي ده تعب عيان عمل حاجة سوى، بعد ما خلاص بعد ذاك بنحتفل به. ولكن لو اخذنا نماذج بالنسبة للسودانيين لما نلقوا الرعاية بالذات بالنسبة للرياضيين، عندنا رياضيين بيمثلوا دول تانية في الأولمبياد في غيره في غيره، عندنا مخترعين عظماء جدا جدا، عندنا إداريين على أعلى مستوى، دول كلهم ناجحين برا. في السودان يا جماعة بيعاني من كل الأشياء دي، لكن في حقيقة أن إحنا الليلة دايرين نتكلم عنه أنه يا جماعة في طرد الإبداع في السودان. اي مبدع في السودان يا جماعه بيتم قهره او طرده او دكه، بيدفعوه دفع يشردوه ويهربوه. انا الليله يا جماعه قبل ما اتكلم عندي نموذج لانسان سوداني يعني بطل بتاع ملاكمه ومشروع بطل عالمي وبطل اولمبي يعني مصنف على مستوى السودان نمبر 1 على مستوى أفريقيا رقم 10 تسعة رقم 9 على مستوى أفريقيا، على المستوى العالمي 156، ولو أي زول دخل حيعرف. لكن قبل ما نسترسل ونشوف الزول ده دمروه وحطموه كيف، وأسوأ حاجة أنه يا جماعة هذا الرجل تم تحطيمه بواسطة وزارة الشباب والرياضة وبواسطة المسؤولين، وحتى لمن جاء في مصر هنا ما جاء سياحة ولا جل الشغل ده. والمؤسف حتى لمن مشى على السفارة وهو بيمثل السودان، والمفروض القائم بالأعمال ده بيمثل السودان، يعني هذا الرجل وصل مرحلة من الإحباط، فدار حوار بينه بين السفير القائم بالأعمال خالد إبراهيم الشيخ الذي تم الآن تعيينه نائب للبعثة الدبلوماسية، فقال له يعني انا امشي وين؟ انا اعمل شنو؟ امشي اقدم في سفارات؟ كان رد السفير له السيد خالد ابراهيم الشيخ الرمه السودانيات وعارضهم ايام ازمه العالقين، قال له والله يا اخي احسن لو شفت لك سفاره اجنبيه ولا هناي يتبنوك او يهتموا بك. الليله يا جماعه تفضل يا كابتن، ده البطل اخونا البطل عبد العظيم، عرف نفسك. مرحبا بك يا عبد العظيم. انا اسمي عبد العظيم علي سليمان عبد الله، من ابناء الجنينه، مقيم في الخرطوم في امدرمان الثورات. نعم. يعني قصتي انا ابتديت امارس الفنون القتاليه في السودان من وانا صغير، من سنة 97 ابتديت امارس الفنون القتالية، وبديت برياضة اسمها رياضة الشنجماسو. نعم. مارست رياضة الشنجماسو، وصلت فيه حزام اسود 2 دان، وكنت بمارس معاه رياضة تانية التايكوندو. وبعد ذاك الصوت شوية يا عبد العظيم، بعد ذاك امتحنت، بعد امتحنت الشهادة السودانية. نعم. نسبة للظروف المادية اللي أنا مر بيها ما قدرت أدرس الجامعة، وطلعت من السودان سافرت جيت القاهرة، وابتديت أمارس. طلعت من السودان بتين يا عبد العظيم؟ طلعت من السودان 2002. نعم. طلعت من السودان 2002 وجيت القاهرة. نعم. وابتديت أمارس، يعني عانيت معاناة شديدة جدا في القاهرة لغاية ما أنا أثبت وجودي من ناحية العمل.
الصوت ارفع الصوت لغايه ما اثبت وجودي من ناحيه العمل. ابتديت امارس الفنون القتاليه. نعم. بديت برياضه الملاكمه. نعم. وبعد ذاك رياضه الكونفو. وبعد كده رجعت للتايكوندو. وبعد كده استمريت في رياضه الملاكمه. وبعدين دخلت في رياضه الكيك بوكس. ابتديت العب باسم السودان. نعم. مريت ب يعني كنت انتقل ما بين الرياضات. يعني انا اصلا في الحقيقه انا فايتر. ايوه. مقاتل. مقاتل. نعم. ما وقفت في رياضه واحده بس. نعم. كنت بلعب كل الرياضات. نعم. وده كله كان بحثا عن الـ عن الـ عن الميداليات. نعم. وسعيا في رفع علم السودان في كل المحافل الدوليه. نعم. عانيت كثير جدا لانه كنت بشتغل وبدعم نفسي بنفسي. الوقت ذاك لما كنت انا بلعب رياضه الكيك بوكس او الكونفو السودان ما كان له مشاركات دوليه. نعم. على مستوى العالم ولا على مستوى افريقيا ولا على مستوى العرب. نعم. فابتديت اشارك والعب باسم السودان. باسم السودان من حسابي الخاص. نعم. من جيبي الخاص عن يعني عن عن عن, عن طريق مشاركاتي الخاصه. نعم. عبر الانديه كنت انا متعاقد معاه في مصر. يعني لعبت بانديه لعبت مع انديه كثيره جدا. لعبت باسم نادي الشمس. نعم. الرياضي ولعبت باسم نادي هليوبوليس. هليوبوليس. ايوه هليوبوليس. نعم. ولعبت باسم نادي المقاولين العرب. نعم. بطولات جمهوريه داخل مصر وبطولات انديه عالم. نعم. لكن في النهايه كله كان اسمه انه انا سوداني. نعم. فكنت بلعب لكن انا كنت سوداني. نعم. فاستمريت انا استمر العب البطولات لغايه ما جات بطوله عالم بتاعت كونفو في فيتنام. وحبيت اشارك لانه انا كنت مؤهل. نعم. وكنت جاهز. نعم. لما تواصلت مع الاتحاد الدولي قالوا لي نحن الاتحاد السوداني للكونفو اول مره نسمعه. ما في اتحاد اسمه الاتحاد السوداني للكونفو مسجل عندنا في الاتحاد الدولي. فقلت لهم طيب انا بطل مؤهل وعايز اشارك اعمل شنو؟ فوروني الخطوات. قال لي اول حاجه تجيب لنا تفويض من سفاره الدوله اللي انت قاعد فيها بانك انت مفوض من قبل السودان بطريقه رسميه انك تشارك باسم السودان في البطوله دي. تمام. ثانيا تجيب لنا خطاب من الاتحاد السوداني للكونفو يطلب يعني يطالب بشنو؟ بانه ينضم للاتحاد الدولي. نعم. لانه ما كان منضم للاتحاد الدولي. نعم. ثالث حاجه في رسوم اشتراك سنوي المفروض انت تدفعه او الاتحاد بتاعك يدفعه. فمشيت للسفاره وريتهم بالكلام ده وادوني تفويض وخاطبت الاتحاد السوداني للكونفو عبر وزاره الشباب والرياضه عن طريق السفاره. نعم. وتم ارسال التفويض وارسال الطلب بتاع الاتحاد وقدمته. فتسجل في الطلب انه ادفع قروش. الوقت ده كان 4350 دولار كان اشتراكات سنويه. نعم. فكلمت السفاره قال لي احنا ما حنقدر ندفع قروش. خاطبت الاتحاد قالوا برضه احنا ما حنقدر ندفع قروش. فدفعت من جيبي. نعم. دفعت وسجلت اسم السودان او اسم الاتحاد السوداني للكونفو في الاتحاد الدولي. ودي كانت يعني بدايه تسجيل الاتحاد السوداني للكونفو في الاتحاد الدولي. ده كان سنه كم؟ الكلام ده كان سنه 2003. 2003 شهر 5 2003. نعم. وشاركت ولعبت وبفضل الله سبحانه وتعالى فزت وتحصلت على بطوله اللي هو اخذت برونزيه. نعم. اللي هو ثالث عالم. نعم. في الكونفو سنه 2000 2005 باسم السودان. باسم السودان. دي منهم الميداليه دي ولا لا؟ لا دي ميداليات رياضات ثانيه. تمام. انا في ميداليات كثيره جدا انا تركتها في السودان ما موجوده معي الان. لانه في قصه يا جماعه ماساويه وحقيقيه ليه السودان بيقتل مبدعينه وليه بيقتل ابطاله. نسمع كلام عبد العظيم وحنواصل. تمام. تفضل يا عبد العظيم. فاستمريت انا العب. بعد كده جيت راجع
دخلت في رياضة تانية اللي هو رياضة الكيك بوكس، وشاركت في بطولات عربية وإفريقية كويس، لغاية ما جات بطولة العالم في إيطاليا في مدينة بروجيا. نعم. مشيت شاركت في البطولة دي في إيطاليا. في إيطاليا. نعم. باسم السودان رياضة الكيك بوكس، وأخذت فيه الأول، المركز الأول على مستوى العالم. ده سنة كم؟ الكلام ده أخواننا ده كلام مهم أن إحنا لازم ننتبه جيدا. كلام ده سنة كم؟ كلام ده سنة 2006. 2006 كان بطل عالم باسم السودان في رياضة الكيك بوكس، شارك برضو على حسابك الخاص؟ برضو على حسابي الخاص. تمام. ولاحظ أنه في اتحادات وفي لجنة أولمبية سودانية وفي صحافة وإعلام، ده كله قصة جايلنا. تفضل. في بطولة، في بطولة عربية برضو أنا مشيت شاركت فيه. البطولة العربية دي كانت اسمها البطولة العربية الرابعة. نعم. للكيك بوكسينج، كانت مقيمة في الأردن. نعم. والاتحاد السوداني للكيك بوكسينج طلب مني أن أمشي أشارك في البطولة دي. نعم. اتصلوا علي لما هم سمعوا بإنجازاتي وبطولاتي اللي أنا قاعد ألعبها وكده. نعم. اتصلوا علي وقال لي نحن دارين تمشي تشارك لنا بطولة عربية للكيك بوكسينج، وكان هو عرفني بنفسه اسمه ابو بكر عبد الله، هو كان رئيس الاتحاد. نعم. رئيس اتحاد الكيك، رئيس اتحاد السوداني للكيك بوكسينج. وانت ما بتعرفه اساسا؟ انا ما بعرفه اصلا، انا ما متواصل معاه. آه. ولا بعرف انه في اتحاد. انا طلعت ما كان في اتحاد للكيك بوكسينج في السودان. تمام. نهائيا. فقال لي انا سمعنا بانجازاتك وكده، دارينك تمشي تشارك لنا، ومشيت شاركتها فعلا. انا قلت له انا ما جاهز، ما مؤهل وعندي ظروف ماديه ما ربيه. قال لي احنا حنجيف معاك وحنطلق من الظروف الماديه دي، وانا ما براي حتى وزاره الشباب والرياضه ذات سمعت بيك ودار تجيف معاك ودار تقوم يعني تقبل يعني تجيف معاك، بديت كنت اشارك براك. احنا دارين بعد كده السودان تتبناك بطريقه رسميه، ونحن ما دارين تابع كده تتعاقد او تشتغل مع الانديه، تقبل تلعب باسم السودان فقط، ونحن الان اتحاد رسمي. قلت له خلاص الكلام ده انا داير اثباتات داير. قال لي انت داير احنا نثبت لك كيف؟ قلت له انا الان عندي مشكله بتاع الجواز، فعلا حلوا لي مشكله الجواز. نعم. في السفاره الجواز بتاعي كان مدته منتهيه، فحلوها لي، وبعد كده ادوني مبلغ من المال وقال لي تمشي تشارك. الكلام ده انت كنت في مصر بتأهل. الكلام ده انا كنت في مصر. ايوه. بتأهل في نفسك. كنت بأهل في نفسي. ادوني الكلام ده 2000 ونهاية 2006. نعم. مشيت فعلا شاركتها في مشيت و يعني البطولة هناك، ولما مشيت البطولة ابتديت، ودي كانت أول بطولة عربية أنا كنت أشارك فيها. نعم. وكنت مشيت ابتديت يعني خلاص جينا الناس ابتدت تجهز نفسها، ومشيت انا براي كل المنتخبات. جات المنتخب السوداني كنت انا لوحدي ومعاي مدرب مصري، انا كنت مؤجره دافع له قروش عشان يمشي معي. عشان يمشي معي. ما مؤجره الاتحاد. لا انا مؤجره، انا دافع له قروش من جيبي الخاص عشان يمشي. نعم. معي. يا جماعه يا ريت المعانا يعملوا لنا شير وينتبهوا جيدا للكلام ده عشان ما دارين الناس تصدمها. مشيت المدرب المصري ده كان اسمه رفعت احمد جابر. نعم. مشى معي ومشينا شاركنا. ممكن. نعم. في صوره هنا بيوضح طوالي بس تورينا بيوضح المدرب المصري اللي احنا كان مشينا معاه. نعم. وانا كنت مأجره من جيبك، من جيبي الخاص. نعم. الحمد لله. ده أنا عبد العظيم علي سليمان، وجنبي ده المدرب المصري اللي أنا كنت مؤجر، كان جاي معي. نعم. وده هنا المنتخب المصري، وده المنتخب العراقي، وبعد المنتخبات. نعم. وبقية المنتخبات. نعم. شاركت في البطولة دي وبفضل الله سبحانه وتعالى لعبت وتحصلت على المركز الثاني. في موقف كان غريب جدا حصل، احرزت ميداليه فضيه في البطوله. احرزت ميداليه فضيه، لكن نعم. في موقف حصل غريب جدا. لما الناس عرفوا ان السودان مشاركه، يعني انا كنت ممثل اول حاجه البعثه، ممثل بعثه السودان، ممثل
لما يجي مثلا في الجمعية العمومية العربية بيجي بشارك على سنه أنا لاعب أنا لاعب وإداري وفني وكله لاعب وإداري وفني. لا يا أخواننا انتبهوا للكلام ده يعني جيد. كنت لما يجي في الجانب الإداري بيجي بمثل السودان. نعم. لما يجي في الجانب الفني بيجي بمثل السودان. يعني في البطولة كان في جزء يعني كان في جمعيات عمومية كان كنت أنا بيجي بخش يعني بلبس اللبس الرسمي بيجي أنا بمثل إداري وبمثل فني مع المدربين وبمثل في نفس اللحظة لاعب. لما جاء نادوا المنتخب السوداني. نعم. وعرضوا البعثات أو المنتخبات تجي ماشية كده أنا كنت رافع على مسودان براي كده وعلى مسودان اشتريته من جيبي الخاص أنا مش